ده ايه اليوم الحلو ده انت منوره الدنيا كلها ومبسوط ان احنا النهارده اتقابلنا ومبسوط ان انت منوراني ويعني اي ضيف بيجي لي حابب ان انا اعرف عنه اكتر بس هي انا عارف فانا عايز اقن <applause> اللي احنا هنقوله عشان انت صريحه قوي ومتصالحه مع نفسك فده حاجه حلوه قوي منوره الدنيا كلها لقاء تعملش التوت انا مبسوطه ان انا معاك وبحبك قوي احنا اشتغلنا مع بعض وانبسطنا واصحاب لطاف جداً, جدا جدا وانت راجل جميل ربنا يخليك يا رب انت منوره الدنيا كلها طيب البروجرام ده فكرته قايمه انت الناس عارفاكي وعارفه فنك وعارفه كل اللي انت قدمتيه بس هم مش عارفين الانسان اللي ورا المشوار الطويل ده كله فاحنا عايزين نعيش حياتك تعيشها لنا ونشوف ونتعلم منك يعني انت نجحت ازاي وصلت ازاي اه امنت بنفسك ازاي المشوار ده كله جه منين وخصوصا كمان انت شخصيه نشاتك كانت في اكتر من بلد فانت عندك ثقافات كتيره <applause> فخلينا نبتدي من الطفوله ايه رايك تمام يلا نروح بينا. هناك يلا بينا طفوله كانت سعيده ام تعيسه جميله سعيده اه طبعا جميله لما اقول لك طفوله ايه اول حاجه بتفتكريها بابا بابا بتحبيه بموت فيه يعني هو الرجل الاول والاخير ويجي في النص بقى شويه رجال ده <applause> <applause> احلى حاجه فاكره ايه عن باباكي ايه اكتر شيء إيه او ما اقول لك الاب تفتكري المواقف دي. لما بتقولي الاب انا بشوف بابا صاحبي صديقي م. اللي ما بخبيش عنه حاجه اللي بحكي له كل حاجه م. انا بشوفه ازاي؟ انا بشوفه راجل مختلف فنان جدا جدا مبدع جدا جدا حساس راقي طيب كل الصفات الحلوه ما بيتعصب بتبقى الدنيا وحشة بس ده طبيعي من واحد هادي 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 وانت ممكن تعصب دي عنده ذا دي انا بشوف كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا متجمعة في شخص اسمه عبد الملك ترتيبك كام في اخواتك الاولى الاولى م. وراكي هيثم وبعدين ندى فانت كبيره م. فانت الغلطه عندك بفوره لما كنت بتغلطي اه بس هو دايما ما كانش بيزعق هو كان بيقعد يتكلم معانا ويشرح لنا الاول م. لما لو الحاجات اتكررت تاني بيبقى فيه عقاب بس في الاول هو راجل متفاهم وبيشرح اي سؤال بتساله ايا مكان كان السؤال بيتجاوب عليه بمنطقيه وبسلاسه وبلزازة فتطلع مقتنع ومبسوط وكله وتا... وراضي حتى لو انت غيرت يعني مش مش متماشي مع فكرك انت طب انت برج الحوت يعني ده اللي في بالك في بالك يعني اللي انا هعمله يعني هعمله انا يعني كلامي من دماغي آه عندك آه الصوت الداخلي اعلى من صوت اي حد خارجي بحقي. بس هو كان صوت صوتي الداخلي برضه لا بص يعني العلاقة يعني ملهاش وصف هو فعلا صوتي الداخلي وما زال صوتي الداخلي أنا بكلمه لحد دلوقتي وبيرد عليا مؤمنة بالحكاية دي أو. حتى أهالينا اللي كنا متعلقين بيهم ووش موجودين معانا بعد الوفاة بيكونوا عايشين جوانا ده حقيقي والله إيه. والله صدقني بكلمه وبيرد عليا بتحصل ساين يعني بتحصل حاجه فاقول م. ايه ده ده رد كده يعني اخر مره كلمتيه كمان لا ده انا بكلمه كل يوم بكلمه كل يوم وهو وبقول له الحاجات الحلوه والوحشه وفي شويه ايشوز كده ما بيني وما بين حد من العيله يعني وهو طول الوقت بيسبورت هو طبعا هو كانسان مش موجود بس بتجيني فيجنز لو بابا كان قال فكان هيقول اعملي ده اعملي كده فهو طول الوقت موجود التعلق الرهيب ده هيخليني اسالك استقبلتي وفاته ازاي؟ فاكره اليوم ده؟ بص هو كان متاهل لانه كان مات بالكانسر فاحنا كنا حق. عارفين انه للاسف الشديد كانوا دكاتره قايلين يعني ان دي النهايه فاحنا كنا من الاول خالص انا هقول لك بقى حاجه غريبه جدا من الاول خالص عارفين وفي نفس الوقت انا مش عارفه اواجه الموقف اصلا عارف لما يبقى عندك دينايل كده انت مش عايز تقبل الموقف وكنت بعمل حاجات غريبه قوي ان انا ما ببقاش عايزه اخش ابص عليه لان انا ما بشوفش الراجل اللي انا اعرفه انا بشوف حد تاني غير قادر على فعل الاشياء اللي كان بيعملها فدي كانت بتجرحني قوي ووقتها كنت بزعل بزعل وبكلم ربنا كتير بقوله ليه تعمل فيه كده و... وانا عارفه ان في سبب وكل حاجه فما كنتش بحاول اشوفه كتير في الوضع ده لاني كنت بتوجع قوي طبعا بعد ما مشي كانت ماساه بس انا عايزه اقول لك انه الناس اللي حواليا استغربت لان كنت قويه جدا كنت ضعيفة جدا من بره انا قوية جدا. مم. لانه انا مؤمنة ان هو ما ماتش هيز هير اراوند هو مم. مش هيسيبنا هو هيفضل موجود حتى لو بالويسبرين يعني مم. جوانا هو يعني اكيد مش حي. مش هيويسبر في وداني يعني مم. بس هو جوايا لا هو طول الوقت افكاره موجودة أه لو انا عندي ستراجلينج في حاجة انا عارفة هو هيبقى عايزني اعمل ايه ده ولا ده وقراراتي كلها عارفاها لان خلاص انا بقيت حافظاها. الله يرحمه <متصفيق> الله, يرحمه ويرحم <التصفيق> كل اهالينا اب مصري وام عراقيه ميكس من دولتين بثقافتين اخذت ايه من مصر واخذت ايه من العراق ايه السؤال ده ايه مصر ما تقولش ايه اديت مصر ولا هندي ايه مصر مصر يعني ايه من الاب من الاب المصري يعني الثقافه العراقيه ثقافه قويه على <applause> اه والثقافة المصرية هي ثقافة قوية فالاتنين مع بعض بيكونوا من وجهة نظري بيكونوا ايه شخص بيشوف الدنيا ازاي واحد بتبقى فخور ان انت جاي من ثقافتين تقال الاتنين تقال بصراحة بتبقى فخور ان انت جاي من المنطقة دي والمنطقة دي ودي فيها قوة ما ودي فيها قوة اخرى والاتنين ثقافتين قدام جدا جدا وطالعين في نفس الوقت فهي حاجة مبهجة يعني مم. والواحد كده يعني عارف قاعد كده خدت ايه بقى من من الثقافتين خدت جنان امي الحمد لله ربنا قوي <applause> ربنا يحميها يا, يا رب ربنا يحميها <applause> على طول عارف كانت انرجاتيك وبتتحرك كتير وبتتكلم تعمل كل حاجه في كذا يعني في نفس الوقت حاجات كتير قوي م. يعني ما عندهاش مثلا ممكن تطلب منها حاجه وانا حاجه والباقيين حاجه وبتخلص كل التاسك اللي عندها ما تسيبش حد كل محتاج حاجه, حاجة. وعلى طول كانت منتبهه لكل اللي حواليها بابا واخدة منه يعني ماما واخدة منها الاهتمام والحركة السريعة والتفكير السريع والخلاص ان لو في زنقة هخلصها. بابا واخدة منه الفن، المزيكا، الفيجنز الاحلام والافكار الفنية وكل ما له علاقة بالمنطقة اللي فيها مشاعر واحاسيس وميوزك وأحلام الجانب الفني بالظبط العواطف العواطف عاطفي جدا الله يرحمه إنت عاطفية؟ يا <applause> <applause> يا يعني عاطفيه وخياليه وخياليه بقى آه. ورومانسيه برضه لان حوت فما شاء الله الثلاثه متجمعين مع بعض العواطف ديت على جانب الحبيب وهو جوزك وعلى جانب تعاملاتك برضه لازم يرفيش ما يعرفيش تتعاملي مع حد غير لما تكوني حباه دي مشكله خطيره يعني تعامل المهني ان احنا داخلين نشتغل وخلاص ده. لازم تكوني حابه الشخص ابقى مرتاحه وواصلني واصلني الفايبس اللي طالعه منه عشان ابقى حاسه ان انا ريلاكس ومبسوطه وعارفين خد بالك التمثيل برضو خد ودي يعني آه. ما احنا قاعدين مع بعض والانرجي بتتحرك ما بيننا احنا الاثنين فانا لو انا قاعده مش مرتاحه مش مم. مش هبقى في احسن حاله مم. همثل وكل حاجه بس انا ديب انسايد مش هبقى مرتاحه للي قدامي مم. فمش هعرف اطلع اللي المفروض يطلع مم. اول ما ابتدي احس ان الطاقه اللي حواليا لا بتسبورت فدي حاجه لطيفه قبل. عاده عراقيه او اكله عراقيه او طقوس عراقيه بتعملها لغايه دلوقتي وعلمتيها لاولادك. لا هما ولادي اكيد ما تعلموش ولا حاجه من اي طقوس خالص. خالص لا, لا دول ولا مصري حتى لا دول عايشين في العالم الموازي بقى أوه. الجيل ده عايش في العالم تاني خالص ها. انا ايه مثلا مم. الرقصات العراقيه لانها مختلفه هي مم. أشورية مش عراقيه دبكه معينه كده المزيكا بتاعتهم بتعجبني قوي والمغنيين بتوعهم بتوع زمان انا كنت بسمعهم في الثمانينات والتسعينات وبحبهم جدا وما زلت حافظ اغانيهم إلا اساسا اللغه بتاعتها مش مم. مش سهله يعني مم. اكل معين أكلة معينة الكبة الكبة هذه أكلة عربية ده في كله بيعملها لا و... بيعملوها هم مختلفين عن اللبنانيين الكبة اللبناني اللي هي الكبيبة دي مم. حاجة والكبة العراقي أو الأشوري حاجة تانية عبارة مم. عن حاجة مدورة بتتحط في الصاص وجواها لحمة مفرومة بس خطيرة لا, معرفش بتعمل لا ما أعملها كده تعمل طب انا عايز اسالك سؤال بالنسبه اللي احنا بنتكلم على انك انت شخصيه عاطفيه وشخصيه حساسه انا عارف ده احنا اشتغلنا مع بعض مرتين على فكره مش مره واحده فانا عارف ان انت حساسه قوي يعني اقل شيء ممكن يغير مودك او يقفلك او يضايقك اه اكيد كان عندك نادى نقول تجارب رومانسيه الى ان وجدت الحب الحقيقي اللي هو منصف وربنا يخليكم لبعض كان ايه اول حاجه بتحبيها في الراجل وإيه ايه اكتر شيء كان بيجذبك ايه اللي كان بيخليكي ان انت تفكري في الشخص ده ان هو ممكن يكون حبيب مش عارفه هحس... هتحس انها تافهه قوي لا لا اي حاجه ليها علاقه بصفه من صفات ابوي اي حاجه بس ده حلو على فكره لا هو مش دايما بيبقى حلو لان انت خدت فوق دماغك كتير هو يعني ما تحسبش كده مم. بس يعني لحد ما ربنا هداني و... و... وعرفت بحبه. بس قبلها اي حاجه فيها شبه الراجل ده بتدوري على باباكي اه حاجه صعبه قوي فاكره أكتر علاقة فاشلة دخلتيها في حياتك وإيه كان سبب فشلها؟ آه حلو مش هقدر أقول سبب الفشل مش هتقولي سبب الفشل لا مش مش طيب. أكيد بس طيب. أكيد ما على أساس ما دام قيمتيها بفشل وطلعتيش بدرس مستفاد فأنتِ مش أنتِ الملامة لكن اتعلمتي منها إيه طيب؟ اتعلمت منها إنه مش كل اللي أنت عايزه في شريك حياتك هتاخده هي مش حسبة انا عايزه واحد طويل انا عايزه واحد اسمر انا عايزه واحد شبه بابا انا عايزه واحد حنين عايزه واحد مش بخيل عايزه واحد ينام بالليل في الساعه ت... يعني ما فيش كده في حاجه هتاخد الراجل بالحاجات اللي مريحاك وهيبقى في حاجات مش مريحاك فانت مضطر تتعامل معاه يعني الحب لوحده مش كفايه انك انت تبني على اساسه علاقه لا طبعا ما هو انت هتحبه يعني فاكر زمان لما كانوا بيقولوا الكلمه البايخه دي اللي هو هتحبه بعبله آه. هو انت هتحبه بالحاجات الكويسه وبالحاجات اللي مش شبهك، هو مش لازم يبقى شبهك، و... وانت مش قاعد بقى بت... بتختار مثلا درس انا عايزه من هنا كذا، و... لا ده بني ادم، فانت مش هتقدر تلاقي الشخص اللي انت راسمه في خيالك، بس على الاقل هتبتدي تحس انه لا ده ده ممكن نبقى كويسين مع بعض، يعني اوسلو مش شبهي خالص. اه ويت... توتلي ديفرنت. Totally آه. لا توتلي totally. ولا حاجه ولا حاجه خالص، مفيش نقطه واحده احنا شبه بعض فيها غير ان احنا طيبين. بس. لكن هو في حته وانا في حته تانية خالص لا انا هرجع له ده سيبيه <applause> انا محوش له <applause> آه. يعني الحكايه <الأبياسة تصفيق> انه انا ما خدش واحد شبهي طيب اتخنتي كم مره من مش عامه ما اكيد مش مش طبعا, طبعاً. لا <applause> بتكلم في فتره المراهقه وفي فتره اكتشاف نفسنا واحنا عايزين نحب ونتحب <applause> ازاي اه وقعت في الخانة دي كم مره وقعت فيها كم مره حبيت وانا في المعهد بس حبيت مش حب يعني حب برضو حد مثقف وبيعمل ميوزك وبيعزف وبيغني فما كانش حب جواز او حب ارتباط هو حب مختلف من نوعه انت قلت لي انت عايز تعرف لا هو ما تخن... ما آه. لا أنا مره واحده بس كشفت الخيانه دي لا هو بيخون على طول يعني اه هو قال لي كمان لا هو اصلا بيخون في العادي الناس كلها اه انت يعني داخله العلاقه وعارفه ان هو بيخون فانت أنتي مكمله لا عارفه آه. مش عارفه انا عارفه ان هو يعرف بنات كتير قوي آه. هو كان مز وبتاع وكل حاجه لطيفه وبتاع م. بس كنتش عارفه انه ده دوري بقى م. فدي الحاجه الحياه الطبيعيه يعني عملتي ايه؟ حاجة سبته ما واجهتيش لا ما بواجهش انا خالص ما امشيش وانا مريحة حلوه دي عجبتك؟ <applause> <applause> انا لسه هقول لك انت عملت ايه؟ افرك انت عشان تعرف انت عملت ايه؟ اه بتختفي اه, آه. بختفي؟ آه. أنا ده انا بختفي مع اعز ناس عندي في الحياه مش مش عيلتي آه. بقى وبيبقى الحد ده وات بقى صديقه او صديق م. نفسه يفهم ايه اللي حصل عاقب نفسك واقعد فكر ايه اللي حصل تختفي ما ترديش على تليفونات ولا اي حاجه طب لما بتتقابلوا صدفه لما بنتقابل صدفة ببقى بوكر فيس وببقى رخمة يعني في تجارب كتير حصلت معايا على مدار الأزمان يعني لا ببلوك بلوك طيب بقول لك ايه انت شخصية اجتماعية عندك علاقات كتير وعندك أصدقاء كتير وفي الأصدقاء في ناس بتدعمنا وفي ناس للأسف للأسف في الزمن اللي احنا لنا فيه الضربة بتيجي من القريب مش عايزين اسامي <applause> احنا عايزين نعرف التجربه عملتي ايه؟ لما اتخنتي اتخنتي ازاي؟ من الصديق وايه اللي حصل؟ يعني هو انا على مدار حياتي ما اتخنتش من اصدقاء كتير لان انا باخد بالي قوي انا بصاحب مين؟ يعني بخاف قوي قوي قوي. <applause> في ناس ضربت من تحت الحزام بس ما هماش مهمين في حياتي وفي ناس مهمين في حياتي ضربت من تحت الحزام وزعلت قوي واتأثرت وقعدت في البيت وعانيت ومش مصدقة اشتكيتي كلمتي عاتبتي ولا برضو نفس المنهج لا لا. نن 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 خالص ولا حاجة بلوك برضو مم. بلوك وما ردتش حتى على الإهانة يعني كان في إهانة بنوع يعني مش تيمة ولا حاجة بس كان في حاجة حصلت واتقالت ما يصحش انها تلقيت لأنها مش صح. أصلا تقليل شأن بالظبط وانا برضو ما ردتش ليه لان انا جوايا عارفه ان انا كبيره فمش مفروض ان ارد والرد هيفتح باب بقى والناس تتكلم وبتاع والامور تكبر وانا بحبش الحاجات دي وعملت برضو هول حبه حلوين جدا جدا بتاع ست سبع سنين يعني مش هزار يعني انت بالك طويله قادرة لا 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 ما حد يجي جنبي عشان ما باذيش حد خالص فما تاذينيش مش انتقاميه انت ما تاذينيش في مشاعري مم. انت عايز حاجه تعالى قول لي بقول لك ما تسيبي لي الدور ده حاضر بقول لك ما تعملي كذا قول فنتناقش لكن هتلف من ورايا مش هعرفك اعرفك تاني لان انا ما عنديش الحته دي وما بعملهاش ومش عايز اعملها هي سهله على فكره ما انا ممكن اضيع منك حاجه عادي يعني والف من وراك واعمل افلام وليه اصلا طب بيحصل ده معاك كده أه. حصل طبعا كتير جدا و... ومفيش حد فينا ما بيحصلوش الحاجات دي عشان بس ما بقاش انا الوحيده اللي بقول كده بس برضو انا دلوقتي بقيت بتسامح يعني انا في مرحله دلوقتي اللي هو انا ليه عملت كده طب انا كان ممكن اسامح عادي. مم. لأن انا اكتشفت ان انت لما بتيجي تأذيني وانت بتبقى ديب انسايد عارف ان انت بتعمل حاجه وحشه بس انت عايزها. مم. وانا اجي في وشك واسامح انت هتتوجع اكتر من لما امشي من حياتك. انت <applause> <شو> بنتي... <applause> اه عايزه تأنيب الضمير يكون عندك عادي. طبعا مم. دلوقتي انا اختفيت وما اتكلمتش وما أعلمتش وبتاع. غير لما بقى وحزنت مع نفسي وفي الاخر انا استفدت إنك... ما مفيش حاجه اللي... اللي ما عندوش احساس ما عندوش احساس بس لما اجي بقى واقول لك مبروك على كذا و... وانت عارف ان انت اذيتني وشايفني لطيفه بجد وببارك لك بجد مش بمثل لانه في الاخر طالما هي راحت لك يبقى ده مش نصيبي ده ده ربنا مش كاتبهولي و... وربنا استخدم فلان انه ياخده مني لأنه هو اصلا مش بتاعي حلو فلما انا جايه لك بقى وبتعامل معاك عادي انت بقى اللي هتحس وانا عملت ليك كده طب بص هي بتعمل ايه؟ طب طب هي زرد رد فعلها كده وانا كنت وحش قوي كده هتبتدي انت تقن بضميرك تعلم ان انت مش كده تاني في حد بيتعلم؟ يتهيألك ولا اللي فيه طبع ده خلاص؟ المفروض ان الدنيا بتعلمنا يعني آه. احنا جايين الدنيا ناس فاكره انها لطيفه وظريفه وهي لطيفه وظريفه بس اديان مبتدئين انت بتتعلم كل يوم من كل حاجه حتى وانت بتربي عيالك بتتعلم انا غلطت هنا انا عملت ده غلط طب انا اسفه طب انا يعني انت طول ما انت ماشي بتتعلم انت قلت جمله حلوه قوي هو اكبر درس بيجي من الدنيا صدقيني اهالينا بيكونوا حنينين علينا حتى وهم بيعلموا لقاله هنروح للتمثيل خطواتك خطوات متنوعة يعني كوميديا عملتيها كنت هايلة فيها عملتي خطوات درامية قوية عملتي خطوات بأشكال متنوعة التمثيل اداكي ايه وأخد منك ايه من وجهة نظرك <applause> تمثيل الثاني ايه السؤال ده يعني ايه السؤال ده الشهرة والعائد اللي بيحصل من من التمثيل والاكسبوجن او الظهور او حالة من حالات التركيز الناس معاكي بيدي حاجات كتير وفي نفس الوقت الظهور الزايد عن حده مم. اكيد بياخد حاجات كتير بص انا التمثيل بيديني كونفيدنت انا بحبه فانا مش فارق لي مين يتفرج معايا، انا كنت في المعهد احكي لك حكايه صغيره كده تبين لك انا كنت بعمل ايه، بصحى الصبح بدري جدا انا كنت ساكنه في مصر الجديده والمعهد في الحرب فبروح بقى المشوار ده كله كنت في الجامعه في نفس الوقت ف... فايه يعني كنت مهرتكه نفسي يعني. اه ده كتير فبدخل جامعه ايه؟ بالنهار عين شمس عين شمس مم. مم. كنت بدخل الامن خلاص عارف لقاء بتيجي باك باك بتدخلها المسرح، المسرح ده مش أحد حد يخشه بيفتحوا لي اللايتنج كده بشغل مزيكا وبقعد نص ساعة بصلي. ف... وعلاقتي مع نفسي يعني انت مش فاهم والله والحيطان والخشبة و... يعني عارف التعبد هو ده تمام؟ طيب. فهو اداني كونفيدنت اداني ثقة اه ثقة اداني اداني آه، سعادة اداني محبة بقول لك ايه التمثيل ده حاجة خطيرة دي حاجة خطيره خطيره بتطلع كل الايموشنز وكل الاحاسيس وكل الافكار وطبعا لما يبقى معاك سيناريو واتيفر بقى ما هي مسرحيه او فيلم في حاجات مهمه انت محتاج تقولها للناس دي حاجه لطيفه قوي هو احنا دلوقتي مش بنعلم الناس يعني انت مش ضروري تقدم حاجه تبقى انت بتدي نصايح <applause> لكن على الاقل بيوصل طاقه مم. ليا وانا قاعده فبتغير في حاجه الطاقه دي حتى لو هيش معلومه مكتوبه مم. علشان توصل لك اعمل كذا لا هي طاقه بتتغير يعني انت ساعات بتقعد تتفرج على افلام كده وانت قاعد انت مش عارف ايه اللي بيحصل لك كان قلبك بيتسحب وبيدخل جوه الشخصيه دي اللي بتمثل دي ده بالنسبه لي العالم العالم الفني التمثيل بيعمل يعني فيه ايه بيرفعني السنة واخد منك ايه؟ خد مني كتير بقى خد مني طاقة رهيبة بس مش هو اللي خد عشان بس ما نظلموش احنا ما نظلمش الشغلانة او التمثيل نفسه اللي اللي هو من. نعتبره فن اللي حواليك بقى اللي هو زمايل مش زمايل بس هو الشغلانة صعبة الحروب الغيرة المشاكل اللي ملهاش لازمة وجع القلب ساعات التصوير الكتيرة. ان انت بتبقى عايز تقدم حاجة out of the box زي اللي بتتفرج عليها بره وتبدع وتطلع كل طاقتك م. وفجأة تلاقي حد بقولك ايه اعدلي اللمبة اللي هناك دي وانت قاعد ما انتش عارف ايه ده انت كنت هتقولي كده انت كنت حسيت بيه عارف انت قاعد م. في حتة انا بشوف انه احنا كنا بنعمل المسرحيات في في المعهد الله يرحمه بقى سعد عرضه لا يمكن نملة تعدي تعمل صوت لو حد عايز يكح يتخنق قبل ما يكح يعني عارف اللي هو ما فيش في احترام كانك بتصلي فعلمنا سعد ارش الله يرحمه هو وجلال الشرقاوي ربنا يديله الصحة ان انت في معبد بتصلي لربنا بص اتس بيوند عايز اعرف امتى اكتر مرحله في حياتك اتحاربتي فيها في فتره التمثيل وتنسبيها لي لعمل درامي انت كنت بتعمليه فاعرف في الفتره دي وانت كنت بتقدمي العمل ده كان ده ما انا ي... لو قلت العمل لا 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 انا مش عايزك تروحي اللي احنا بنفكر اللي احنا اتكلمنا فيه لا لا لا, انا مش عايز بنفك... ده انا بتكلم اه ب... هو احنا ما فيش غير المرحله ديت اللي احنا ك... ولا لا لا مراحل اللي... اه بس ما بتبقاش حرب هي بتبقى خوف عشان بس اصلح اصلح هو انا مش هحاربك غير لو انا خايف فانا مش بحارب انا جوايا خوف فبقى ايه بحلق على نفسي بقفل على نفسي طيب انا عشان بس انا هقولها لك ولا لها من وسط انا مش عايز عارف اشخاص ولا عايز اعرف اي شيء تعرف شخص. اسم العمل انا اه خلاص انا جمعت دلوقتي يعني. انا فهمت خلاص لا انا مش عايز اروح لحته دي خالص انا كل ما هناك كل بني ادم الظاهر غير الباطن يعني انت فاهمه يبقى انت بتقدمي شيء او بتعملي شيء لكن في كواليس يمكن اللي ظاهر ده مش بيبين 1% قد ايه البني ادم ده بيواجه شيء ده في الوقت الحالي ده حقيقي لو ما اشتغلتيش موسيقى كنت تشتغلي ايه؟ كنت هعمل حاجات تانية زي اني هبقى بلعب تشيلو تشيلو اه امم وأعزف فيني سيمفوني وهتبقى حاجه عظيمه امم او هبقى مغنيه مغنيه اه عملتي اغنيه الفتره اللي فاتت ونزلت على اليوتيوب دي قديمه شويه بس انا عقبال ما نزلت يعني اتاخرت شويه كان يعني اسمها ايه الاغنيه يلا نفرح يلا نفرح صح زي ما انا عارف <applause> والاغنيه حققت رد فعل انت عايزاه وانا استنيت عليها شويه لان انا حسيت انها بريئه زياده عن اللزوم عن اللي حاصل في في الاجواء يعني فانت حاسه انك انت عايزه تجرب التجربه دي تاني لا ما اعتقدش ان انا هجرب دلوقتي خالص خالص لا بغني في الحمام مع نفسي <applause> بتسلي نفسك بطريقه لا, لا بجد بغني طول ما انا ماشيه في البيت بغني حاطه الهيد فون وبغني وكده ساعات بتمرن وببقى كويسه قوي وساعات بهدى كده خلي بالك ملكه الصوت مع التمثيل ده قليل لما بيكون عندنا فنانين عندهم الموهبتين فمتهيألي بيبقى بني ادم ان لم يوفق مره فيبقى يمكن يكون سوء اختيار مش أوه. مشكله في الموهبه نفسها اه بس هو انت محتاج تتمرن كتير قوي علشان فعلا تقول ان انت بتقول كل حاجه صح الفكره ان انت كممثل لازم تبقى بتعرف تغني وبتعرف تعمل اي تالنت تانية لانه طلب منك مثلا ان انت تغني هتغني طلب منك ان انت ترقص رقصه معينه فانت لازم تتعلمها فاحنا المفروض ان احنا مالتي تاسك برضو يعني بنعمل كل حاجه بنرقص بنشتغل في السيرك بنغني بنادي بنقول شعر مفروض يعني ده اللي احنا اتعلمناه مين فتى احلامك من الممثلين براد <applause> براد <applause> ايه ده؟ اه بره خالص يعني، اوكي ما فيش حاجة محلي. دلوقتي يعني؟ عامة لا. لا ممكن أيام زمان، ممكن في أي حاجة. مش فاكرة؟ مش فاكرة. تخيل؟ مش فاكرة. خالص. لا. أيام زمان بقى أيام عبد الحليم والحاجات دي، لا ما أكيد ما كانش مين ممثلتك المفضلة؟ عمر الشريف طبعًا. ما أنا مستني. لا لحظة واحدة عمر الشريف هو فتى أحلام العالم، كل ستات العالم. ده نجم الأول عمر آه. الشريف. من وانا دي اباظه طبعا اكيد واحمد رمزي وكل بس النجوم أنا الكبار انا شريف يعني مبهر مبهر مب... حاجه يعني الله يرحمه يا رب الله يرحم كل عظيم الله يرحمهم كلهم وقتنا جميعا آه مين ممثلتك المفضله؟ سعاد طبعا سعاد في في كتير شاطرين بس سعاد حسني ايه <applause> ده معجونه كل حاجه في الدنيا لما اتعمل السيره الذاتيه لسعاد حسني رحمه الله عليها. ااا أه ما سالتيش نفسك ليه انا ما عملتش الدور ده؟ ما اتضايقتيش هي اللي عملت الاستاذه منى زكي يعني النجمه الكبيره بس ما كانش نفسك انت تعملي الدور؟ طبعا كان نفسي م. طبعا كان نفسي يعني اكيد كان نفسي وخصوصا ان سعاد كمان كانت ريليتد بالعيله عندي وكانت صاحبه ابويا وجدي وجد اللي اكتشفها م. وكانت على طول مع مع ابويا وجدي الله يرحمه وكده كان نفسي طبعا يعني بس اكيد ما سالتش لانه ده رزق منى وهي عملته حلو لما بتعملي عمل حلو مين اللي بيكلمك ويقول برافو عليكي انت مثلتي حلو ده انت شاطره و و مين اول ناس ولا مين في المطلق؟ مين في المطلق؟ هل زمايل؟ هل اقارب؟ هل اصدقاء؟ مين؟ ام جوزك واولادك؟ يعني ما اقدرش أح... يعني اكيد في ناس من زمايلي بتكلمني اللي بيحبوني، اكيد في ناس من صحابي، اكيد من عيلتي، عيلتي يعني طبعا كلها بتكلم مامتي مم. على طول إيه انا شفت المشهد إن ده وده خطير واخواتي وكله تمام. مم. زمايلي في منهم ناس بيكلموني اللي احنا مع بعض بقالنا سنين م. هم قليلين بس تمام وبقى و السراوند بقى الناس اللي حوالينا يعني وطبعا الناس اللي في الشارع ودول بتبقى احلى حاجه دي احلى حاجه بجد فعلا اللي هو يعني يا استاذه احنا شفناكي احنا بنحبك في كذا يا استاذه دي احلى حاجه في الدنيا عشان هو بتيجي منه بجد وما بيكونش في نوع من انواع المجامله هو بيقول لك هو فعلا حاسس بايه أه تعالي نروح لعلاقتك الزوجيه وهي علاقه منين لفين لاعب كوره شهير ممثله شهيره اجتمعتوا ازاي عرفتوا بعض ازاي ايه السؤال ده لا <تصفيق> <تصفيق> انا انا قعدت اقرا كتير عنك ما شفتش اي شيء بيقول أنتوا عرفتوا بعض ازاي يعني او ما فيش اي يعني يعني عرفتوا بعض منين بغض النظر فكان عندي فضول انا فاكراه إن فيه اتنين عينين بصوا لبعض وحسيت إن عينيه طيبين جدا جدا فيعني إيه آه. لكن فين ده موضوع صعب لا الله. والله الله تصدق ناس يا. مش فاكرة أول يوم قابلت بعض فين؟ شكلي وحش أوي صح؟ بستيجو باص لا بس <تصفح> 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 <سرح الكاني> <تصفح <تصفح> مش فاكرة أول يوم شفت بعض فين؟ إحنا شفنا بعض في حتة طيب، إمتى أول مرة؟ أول مرة جت عيني فين وحسيت إنه راجل طيبين دي... ولطيف و, و... إحنا كده بنقول أغنية و... دي أه طيب هو <applause> كان احنا وحانسم كده وحاجات لطيفة على بعضها مين قال الأول للتاني أنا بحب؟ أكيد هو أكيد محنز. هو خطأك بعد ده. إيه؟ بعد ده. ايه؟ <applause> <applause> لا بص هو ما حدش قال أنا بحب بس أه بص أنا افتكرت بقى إحنا فيلم اتقابلنا آه. في في كافيه كان صديق لينا مخرج كان بيعمل بروجرام وبعدين كان عندي ميعاد فروحت وكان هو قاعد هو وحسام وابراهيم وكل فرقه الزمالك انا بقى وانا معديه لقيت واحد حلو كده واقف <applause> واقف بيتكلم مع وراح قاعد ومدد رجليه كده فقلت الله ده كمان جميل ولذيذ وعينيه حلوه وكده وهو بص لي وانا بصيت وخلص الكلام مفيش اي حاجه خالص ودخلت خلصت الميتنج بتاعي ومشيت بعدها بيومين لقيت صاحبي المخرج بيكلمني بيقول لي يا لولو انا انا بصور تعالي ما تعدي عليا وما اعرفش ايه وكده فعديت عليه فلقيته قاعد انا ما اعرفوش مش اي حاجه ما اعرفش غير حسام وابراهيم بس من مم. اللي كانوا قاعدين يعني مم. بس عرفني عليه ده محمد عبد المنصف بيقول للزمالك اه انا وسهلا ازي حضرتك عامل ايه يا ديني ده انا عندي حاجه مهمه قوي خليك يا لولو هنا انا جاي لك تاني ومشي فتقريبا هي كانت مترتبه يعني اه قعدت تتكلم معايا وتعرفنا على بعض وبعدين لقينا نفسنا بنلعب احنا الاثنين تنس فقررنا ان احنا نروح نلعب تنس بعدها ايه ده نلعب. اول لقاء بعد كده لقاء رياضي برضه اه رحنا لعبنا تنس مع بعض وابتدت بقى من هنا بنرغي بنتكلم بريء بقى براءة غير طبيعية انت دايما كل ما بتجيبي سيرته لازم تقولي عليه انه طيب لازم طيب تص... اسمه يتحط جنبيها اللحظه دي آه. يعني المفروض انا بقى كفنانه آه. <applause> كان عندي ايموشنز آه. نبقى قاعدين مثلا قعدنا عرفنا بعد حبه حلوين يعني بتاع ده ما مسكش ايدي ليه؟ ليه ليه طول الوقت في عيني بس مش عايز يمسك ايدي يعني هيمسكها امتى وانا بعملها اعملها <applause> اي حاجه طيب اليوم اللي مسك فيه ايدي هو اليوم اللي بسني على خدي قال يعني بقى في حاجه مهمه حصلت اللي قال لي فيه تتجوزيني هو نفس الكل, الكل كل مره حصلت في يوم واحد طيب أقول لك إيه؟ ست شهور ما امسكش إيدي ست شهور ليه؟ آه بجد ليه؟ أنا لازم أسأله الموضوع ده على فكرة <applause> قولي لي تلات مميزات في جوزك على في طول ميزة مش عجباني بجد؟ بطلعية. ميزة ومش عاجباكي؟ آه إيه؟ طيب زيادة. طب إزاي؟ إزاي؟ زيادة عن اللزوم حتى الطيبة ليها ليميت آه يعني كل حاجة ليها ليميت، الطيبة ليها ليميت، الحكمة ليها ليميت بيسيب حقه بي هو طيب أصبح هو طيب هو طيبين فهو انت مش هتعرف تغير ده ف... ودي حاجه حلوه مش دايما بتبقى حلوه يعني هو هو طيب وراضي عنده رضا 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 كده وسماحه حلو. الله وهادي بس دول يعني... التلات مميزات بتضحك لان انا واحده مجنونه اصلا فلازم لازم يبقى في واحد هادي يشد المجنونه والتلات عيوب فيه سيبك بقى خلاص يعني هنحتسب دول هادي لا <applause> ده بالنسبه لي عيب لانه هادي وساعات مثلا بيحصل حاجه وانا ببقى سخنه ايوه هو نو رياكشن فببقى انا هولع فهو ده عيب برضو شويه ومفيش عيوب تانية بتاعي <applause> الله ايه ده لا ما فيش ما فيش اجمل من اللي انت بتقوليه ده على فكره يعني انا نفسي اطلع اي حاجه يعني عمر مره كنت انت حصل كلاش ما بينكم وزعق اخذ موقف كان ليه رد فعل عنيف لا, لا تصويت بليف خلي بالك ده هتجيله عرايس دلوقتي من التصريحات اللي بتقولي لا اشوفه بتغيري ها اه اه انت غيوره اه طبعا غيوره ها طبعا مين بيغير على التاني اكتر انت ولا هو؟ هو انا ما بقى هو بيغير عليا قد ايه بس هو في الاول خالص م. كان نيوترال دلوقتي بقى الامور زياده شويه ما تسالنيش ليه ما دلوقتي في يعني في الاول خالص انا اكتشفت ان العلاقه لما بتز... لما بتفضل محافظه على الريتم بتاعها مع الوقت في الاول ما كانش بيغير دلوقتي لا بيغير بزياده م. يعني ممكن يتخانق عشان لا ما بيتخانقش هو احنا قلنا بقى ما فيش فيه. لا يعني مثلا حد اه هو ما خارجين في مطعم لا حد لا بص ما بياخدش هو في العموم بيجيل عليا مثلا مثلا وانا بتمرن مثلا في ناس فيقعد طب خدي بالك وانت بتتكلم يعني مش لازم يبقوا صحاب انا طول الوقت لما بقابل الناس بتعامل انهم صحابي اه فهو دفع الحاجات دي بت بت مش شايف انها مش صح يعني ويتشز... طبعا هي مش صح يعني بس وانا سبونتينز يعني بتكلم براحتي وبتاع ما هي دي النقطه اللي انا كنت بكلمك فيها جوه اللقاء انت بتتكلمي انت شخصيه مثقفه وشخصيه مطلعه وشخصيه عشت في اكتر من مكان فعندك ثقافتك الشخصيه اللي هي هي نفس الثقافه العامه لكن بوجهه نظر مختلفه لكن عندك نفس الثوابت مش حاسه ان كونك بتقولي اللى على بالك واللي في قلبك بسرعة بدون ما تصغيه شوف انا عمال اطول في الشرح ازاي بدون ما تصغيه بوعي الاخر ممكن يحطك في مشاكل بيحط يعني كل اللي انا قلته ده بيحط في مشاكل صار. بيحط في مشاكل بس هو سؤال بس انا ليه اغير من نفسي وانا مرتاح مش تغيير انا ما قلتش تغيير انا اتعودت أنا من وانا صغيره اللي بحسه بقوله بابا الله يرحمه كان يقول لي فلتري الكلام حاول والله ما ينفعش ما انا انا كده يعني كل واحد عنده عيب اعتبر ان ده عيب هو مش عيب ما ينفعش يتقال عليه عيب ما ينفعش ما ينفعش انسان يكون عنده مضمون ومضمون يحترم لكن مش عارف يوصل المضمون فاصبح في مشكله المشكله ولا ولا تقع عليك أنا مختلف ولا تقع على, على شخص مختلف انا بعرف اوصل بس والمعنى بيبقى واضح بس اللي قدامي هو اللي مش بيحب يستقبل زي ما المفروض يستقبل. طيب. يعني بالظبط انت هتقول لي حاجه مم. وصلتها لي انا رفضها اصلا. انا رافضه الفكره فهستقبلها بطريقه لي. مش زي ما انت وصلت، لكن انا لو سمعتك وفكرت قبل ما انطق هلاقيك انت صح، هقول لك انت صح. في ناس بتستكبر تفكر. تقول لك انا افكر ليه وانا فاهم كل حاجه. مين اللي فاهم كل حاجه من غير ما يقرا ويعاشر ويسافر ويحط نفسه في تجارب ويقابل ناس يعني بناء على ايه مم. انا مثلا هقولك لك الجواز حلو ولا وحش الا لما اتجوز واشوف الحلاوه والوحشه فاقول لك تمام فالناس المشكله انها ما بتسمعش وتفكر هي بتسمع وتقوم معترضه يعني ايا كان من مم. من تجاربك الماضيه من بعض التصريحات اللي انت قلتيها، انت برضو مش شايفه ان في شيء يقع عليكي انت كلقاء ان انا قلت الكلام كان لازم اشرحه اكتر للشخص انا اللي انا احاسب نفسي لو ضحكت على حد بيسأل يعني مثلا انت سالتني سؤال وانا قلت حاجه انا مش مؤمنه بيها، انا كده بضحك على نفسي وبضحك عليك، انا بحبش اضحك على نفسي. يعني انا بحترمك مش بحب اضحك عليك، بحب اقول لك الصدق. وانا بحترم نفسي بحترم فكري وبحترم معتقداتي وافكاري مش هضحك على نفسي طيب انا هقول لك على حاجه ما تيجي نقول اقول لك بعض التصريحات اللي, اللي انت قلتيها بس عشان خاطري سيبوني عليها. عشان, عليها عشان خاطر خدي وقت وانت بتشرحي يعني عشان عشان احنا زي ما قلنا مادام في سوء تفاهم فيبقى في جزء اكيد انا برضه محتاج ان انا اوضح ماشي ممكن هو يكون اللي قدام مسك في كلمه وعملها موضوع تمام اتفقنا طيب خلينا <تصفيق> <تصفيق> والله خايف منك طيب بصي خلينا نقول كان ليكي آآ تصريح آآ عن الحضاره الفرعونيه م. والحضاره الاشوريه م. وقلتي ان الحضاره الاشوريه هي الاقدم م. وعن الحضاره الفرعونيه م. انا عندي قبل ما اروح للسؤال ده إحنا منهم الم... ليه رحتي للحته دي؟ ليه؟ مش فاكرة هي سالت في إيه؟ أنت ب... أنت بتسألي أنت عايز أنا مش عارفة <applause> آه <بس نفسي. تصفيق> آه... أنا عملت من ربع ساعة؟ بالظبط. هفتكر السؤال كان إيه؟ أه الحضارة ل... الأشورية لا... هي الأقدم وهي الأهم عن الحضارة ل... الفرعونية هي مش أنا عمري ما قلت إنها أهم، أنا قلت هي الأقدم تاريخياً، أقدم بقد إيه ممكن يكون يوم ونص عادي. فده ده دا... لا يعني إن أنا غلطت في حضارتي اصلا انا مم. اللي انا اوريدي فخوره بيها فكرة. فكره بقى انت اكبر ولا انا يعني ما انت برضو كباره وانا كباره عايز يعني مين فينا اكبر؟ مم. بص انا اكبر منك بس لا انا اكبر منك يعني ايه اللي يزعل في الموضوع؟ الموضوع مم. ابسط من انه خلينا ناخد الكونتنت نفسه بقى ان دي حضاره مهمه ودي حضاره مهمه ودي ثقافه مهمه ودي ثقافه مهمه ليه بقى اتقال؟ أنا مش فاكرة السؤال اللي اتسأل إيه، بس هو أنا متأكدة من ده لأن أنا قريت حضارات زمان، لأن دي حاجة تهمني. وأنتِ والدتك عراقية أشورية، فكان عندك اطلاع على الحضارة الأشورية، فبالطبيعة فب... بالطبيعي رحت ومش بس دي، إحنا أوريدي خدنا تاريخ الحضارات في المعهد. آه طب إيه, إيه, إيه اللي وصل الموضوع إن الناس شافت الموضوع إن 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 إنك أنتِ بشكل أو بآخر في نوع من أنواع. تقليل من الحضاره الفرعونيه ليه ليه, بس ليه بس وصل الموضوع كده دلوقتي بقول لك انا اكبر منك يا تامر انا كده قللت منك م. انا عمري اكبر من عمرك يا تامر يعني الموضوع بالنسبه لك يعني مفيش اي حاجه تقلل من حضاره المصريين وانا في الاخر باسبوري مكتوب فيه مصريه وانا في الاخر بطاقتي مكتوبه فيها مصريه وانا مصريه ام براود فين الازمه م. انا بص بقى التفاصيل بتاعه اللي هي انت عامله فاصوليا بس الصلصه ليه تقلت منك شويه ما انت ممكن تشوف الفاصوليا الحلوه مش بس تبص على الصلصه على فكره طيب لقاء الخميسي امي مسيحيه وانا مسلمه بالوراثه ما هي دي حقيقه على فكره واحنا احنا بنورث ديننا على فكره م. هو مي حد حد هنا يا جماعه م. مش وارث الدين من ابوه حد ما بيورثش الدين من الاب م. لا يعني و... والجنسيه من الاب ده اكيد يعني بس. انا في الاول دلوقتي امي مش مصريه انا جنسيه امي لا انا جنسيه ابويا ودين ابويا مظبوط فاذا انا مصريه بالوراثه و... ومسلمه بالوراثه لم اسال انا عايزه ابقى ايه؟ ما هتسالني فجمله واضحه وصريحه هل ده ليه علاقه بالتقليل من اني مصريه؟ ام <applause> ام <applause> <applause> لا مش بتكلم مصريه بنتكلم <applause> ان الدين الاسلامي ما أنا هو دين الاسلامي ما بيكون بالاقتناع لا مش هو بالوراثه كما لو كانك اجبرتي على فكره لا. انك تكوني مسلمه انا مم. انا واضحه بما يكفيني ان انا اقول إن أنا مش عايزة أبقى كده. أنا يعني على فكرة فيش أوضح مني. فأنا مش مجبرة إن أنا أقول حاجة ليها معنى تاني. هي سألتني أنا جاوبت. أما بقى النقطة التانية إن احنا كلنا واخدين ديننا بالوراثة. أنت اخترت حاجة؟ أنت صحيت لقيت أبوك مسلم بقيت مسلم. ده ليه معنى بقى الناس ما فهمتوش. إنه أنا كان ممكن أصحى أبويا مسيحي فأبقى أبقى مسيحية. أو أبويا وات مم. فابقى ده انا اخترت لا ما اخترتش الناس بتعاقبني ليه؟ مم. بمعنى انه انا جاري مسيحي انا ما بحبوش انا بعاقبه ليه؟ هو مال هو صحي لا ابوه مسيحي فابوه مسيحي فابوه مسيحي واول خلق ليه مسيحي يعني مم. المفروض يعمل ايه؟ ينتحر مثلا؟ اموته مثلا؟ هي دي الفكره القبول ده كان معنى بس هي ايه؟ فيها توريه كده انه انا انا مسلمه بالوراثه والمسيحيين مسيحيين بالوراثه والجوش جوش بالوراثه كلنا ورثنا ورثنا اسم العيله ورثنا الديانه ورثنا الجين بما فيه من من ان انت شبه امك وابوك فدي حاجه ما فيهاش بس انت بتحبي دينك دين الاسلامي وبتصلي وبتقومي أنا, وبتقوم أنا قلت كمان جمله تانية حسبت عليك آه. انت النهارده ما عندكش صاحب مسيحي أنتي ما عمرك لا اكيد طبعا مسيحي م. فانا فانا لما ابقى بتعامل مع انتيم عمري وانا بحبه، ازف هو انتيم عمري، فانا هحبه بكل تفاصيله. ولما هيتجوز هروح معاه الكنيسه. ولما هيت... لما ابنه هيتعمد هروح اعمد ابني فهل معناها ان انا مسلم فما اجيبش سيره الناس التانيه والناس الناس التانيه ياكي؟ ما كده. ما دام انت قلتي انتيمي وانت قلتي لقاء خميسي اصحابي الرجال أكتر من النساء وزوجي لا يمانع. مم. أنتي ما بتثقيش في في السيدات انا أصحابي ثلاثه في حياتي ثلاثه في حياتي هم دول الرجاله اللي نعرفهم اللي عرفتهم قبل محمد فمش هينفع وهو يعني مثلا واحد فيهم مثلا ايهاب العدلي اللي هو الستايلست والفاشن ديزاينر وفي نفس الوقت هو ارت دايركتور ده انا اعرفه من المعهد ده كان بيلبسني من وانا لسه مم. يعمل الديزاين ويعمله ونروح البيت عنده ونقعد ومامته تقعد ونفرش وناكل ده أنتيني جرجس كان معاه في المعهد مهندس ديكور ده أنتيمي مم. في حد اسمه ادهم أنتيمي سوري وكنا بنعمل مزيكا مع بعض ونلعب مم. مزيكا ده الكلام ده بنتكلم في ايه؟ في اول ما دخلت مصر جوزي مش هقولي لا هم دول صحيح. لسه محافظه على س... على هما هم هو كل واحد في حته يعني واحد اثنين في واحد في دبي واحد في سوريا واحد هنا مش بس اند اوف ذا داي بنتكلم يعني every ناو اند بنشوف بعض مثلا لو هو بره على فيس تايم او وات فانا دول هيغير منهم ليه؟ دول اصحابي مؤمنه إحنا... بالصداقه ما بين الراجل والست؟ هو احنا كنا زمايل كنا بنشتغل مع بعض يعني مثلا جرجس كان بيعمل ديكوريشن لما صحيح احنا بنعملها مثلا في في المعهد آه... ايهاب اللي كان بيلبسني في ال... فأحنا والتاني كان اصلا آه... بيعمل ماجستير فاحنا في المعهد كلنا زمايل واصحاب بصي يا لقاء انا هقول لك على حاجه انت عشتي ما بين دبي وما بين آه... انجلترا وما بين مصر ف... احنا في مجتمع شرقي يمكن دبي هو مجتمع اكثر كوزموبوليتن ابو ظبي ما كانش ابو دبي دبي. او, الامارات عامه في, الو... في, الوقت من 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 10 20 سنه اصبحت كوزموبوليتن او متعدده الثقافات كوزمو واحنا كوزموبوليتن برضه متعدده من من الثقافات من أبيض لكن ال... ال... الوقت الحالي لما يجي تصريح واحنا في مجتمع شرقي في الاساس الناس بتسيب تفاصيل وممكن يكون في ناس عندهم اصدقاء وزمايل واخوات وعلاقات لكن تصريح من شخصيه عامه انا اصحابي معظمهم من الرجال وجوزي يعرفهم بيستفز ناس كتيره اللي انا عايز اعرفه ما بتخافيش مش بتقولي ان ده مش متماشي مع طبيعه المجتمع اللي انا فيه فلما اقول الجمله دي هتبقى صادمه لحظه واحده انت دلوقتي عايز تعمل حاجه او تقول حاجه حاسس هتراضي نفسك ولا ترضي اللي حواليك؟ هتراضي نفسك. لما بتلعب على رضا الاخر باي تايم انت بتخسر نفسك. انا اقول اللي انا عارفاه واللي مصدقاه واللي اتربيت عليه، قول الحق وقول اللي انت حاسه. ما عنديش مشكله ان انت تختلف معايا. مش لازم نتخانق، اختلف. I will respect رايك، احترم رايك، احترم اختلافك. وهقدرك وهشكرك ان انت قلت لي من غير ما تتعداني بس انا ده دي بقى كل التفاصيل اللي ابويا علمها لي احترم الاخر احترم راي الاخر حتى لو هو مش مش هنتخانق يعني علشان القصه مثلا فاهمني يعني طيب اصلا انت كانت بوستات كتير ان مثلا كان بيقول لك انت فين ما بتمثليش ليه مختفيه ليه فدايما نوعية بوستاتك ان في نوعا ما من مؤامره تجاهك او من انا بحط بوستات عندي انا في الـ في البرايفت ليها علاقه بحاجات بس طول وق... ما لهاش علاقه بالتمثيل بس طول الوقت في معاني ايوه ممكن تاخدها انت عالتمثيل بس وارد تكون هي مش عالتمثيل وارد انا عاجبني الروح اللي احنا فيها النهارده دي على آه فكره آه. جدا بجد ساعة آه. نتكلم في كل حاجه وحايه لو عايز نتكلم بتتبين... عن التمثيل آه. كنت قلت تمثيل، اصل دي بقى حتتي، فانا آه. مش يعني انا مش حد مش هبقى مكسوفه ان انا اقول هو واحده زي ما بتمثلش ليه؟ او واحده زي فلانه ما بتمثلش ليه؟ م. لا هو انا اللي اخترت ان انا اريح. وحتى لو ما فيش حاجه اتعرضت فانا برضو تمام على فكره، لان انا بعمل حاجات تانيه اسايد، انا مش واقفه عند الحته دي. بس هو انا برمي في حتت تانيه خالص. ماشي. <applause> 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 فنانه شابه ظهرت وقالت انا اللي كنت هعمل دور لقاء الخميس في راجل. <applause> راجل وست وستات ايوه اهو <applause> انتي عارفه الموضوع لا ده اتعمل ده كان ده كان فقره في برنامج انا شفته يا حبيبي اه شفتيه أنا طيب انا شفته وسمعت الرد اه وسمعت الرد انا شوف انا ما قلتش الرد عشان وانا ما قلتش اسامي انا مش عايز اسامي لا, 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 لا انا سمعت الرد اللي اتقال عليها ده آه. ده في كوميديا, عارف. تعرف كوميديا عارف. دي عارف كوميديا دي دي كانت مسرحيه زمان لا لا ما فيش الكلام ده اول وبعدين عايزه اقول حاجه ومال ايه المشكله انا السكند عادي نجحت ولا لا بص عشان الغيبيات دي انا جالي دور وما عملتوش وحد عمله. انا دلوقتي كانسان هستفيد ايه ان انا اطلع اقول يا جماعه على فكره انا جاي الدور ده وما عملتوش وسبته ل سين وعمله. نعم. ايه؟ انا استفدت ايه كانسان؟ إيه؟ اصل الراجل وست الستات يعني هو إيه محور اساسي في لقاء في, في مشوار لقاء الخميس. عمله لقاء ولا هي؟, هي؟ هي هي ما انا 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 حد بعت لي الفيديو ما استغربتيش لما شفت الفيديو ده. ولا اي اندهشه بزير. لان الكلام ده مش مظبوط. الكلام مش مظبوط اصلا لقاء الخميسي النقاب غير مذكور في القران ومبتدع يس yes. بس انا ما قلتش مبتدع دي انا مش عارفه ما الالفاظ اللي ما اعرفش دي. بقى هو ده كان منشط في لا 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 لا, لا, لا منشط هم مزودين ما هو ده من, ده من علشان تحط عشان حاجة, عشان حاجه عشان. تحط توابل كده علشان الناس تاخد بال انا عمري ما قلت مبتدع مم. انا قلت ما فيش نقاب ما فيش حاجه اسمها نقاب فليضربن بخمورهن على جيوبهن الجيب هو الصدر يعني منطقة الصدر خمار حتة قماش على الصدر كلامي كان لا يمكن كنت اقول المكتوب ده مين اللي كتب؟ <تصفيق> <تصفيق> اه في تصريح اخير بيقول لك ابرز مشاكل بتواجهني في عملي هو زواجي من عبد المنصف ده فعلا؟ اه شو آه؟ هذا الشيء؟ <تصفيق> اه شو هذا؟ بجد؟ انا ولا اختي منى؟ أهو حصل ليه مرة مش كان فاهمني بمثل أه. وأنا بقى لا هو هو أنا ما قلتش كده يعني بجد أوفر قوي مين عامل إيه أنا عايز أقول لك على حاجة وأنا قلتها لك جوه تصريحاتك كتير وليس لها علاقة ب... 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 بكاريري مين <applause> يعني دي اللي قالت الجملة دي أكيد مش أنا دي فعليا يعني. <تصفيق> <تصفيق> يعني أنتِ حاسة إن في البعض بيشوف إن لقاء الخميسي متسرعة في بعض التصريحات فممكن تبقى مادة خام للصحافة الصفراء؟ لا هو الصحافة الصفراء بتدور على أي حاجة أنا يعني لو كحيت هيقولوا كحت عشان كذا يعني الصحافة الصفراء هي صفراء تفضل صفراء هدول مع نفسهم م. لكن أنا عمري ما كنت متسرعة أنا بقول اللي أنا حساه م. خد بقى م. في ناس تقولك لا ما ينفعش تقول أنت حاسه لا طول ما أنت حاسه إذا أنت فكرت فيه واقتنعت بيه فأنت بتقول اللي أنت مقتنع بيه حاسه عشان فكرت عشان كنت وبعدين اقتنعت الاول احساس تفكير اقتناع برج الحوت برج الحوت برج الحوت ندمتي على اي تصريح انت قلتيه ولا اي حاجه بجد حاجة خالص ما بندمش بجد لا ولا اي خلاف انت مريتي بيه مع بعض الاشخاص هل ممكن كان الامور تمشي بدون الخلاف؟ كان لا. ممكن لا. ماشي نقول؟ لا ما كانش ينفع تمشي من غير الخلاف في الخلاف اللي حصل لأنه كان في تخبيط. يعني اللي خسرتيهم أنت مقتنعة إن خسارتهم كانت لمصلحتك؟ بص هو أنا حوت في عنيدة. امم. أنا بحب أسامح. لما تقول إن أنا أذيت. لما أنا أبقى غلطانة فيك فحاجي أقول لك أنا أسفة. ليك الحق إن أنت تقول آه. وليك الحق ان انت تاخد وقتك وتقول لا او اه. <تصفيق> <تصفيق> بس انا عملت حاجه تمام؟ ده اللي حصل ان الناس اعتذرت <applause> اللي اللي بيعتذر وبيقول اه انا غلطت في حاجه فانا بسامح. <تصفيق> <تصفيق> سامح من قلبي لان انا طالما عرفتهم يبقى بحبهم يبقى انا هسامح. لو ما اعتذرتش انت بلاك ليست فورا بشده الم <applause> ولو لو انت عارف ايه بتديني ميه الحياه ان لو قطعتها عليا هموت انت خلاص انت اتشديت شكرا فور ايفر امتى تعرضتي لهجوم وطلع عليكي اشاعه في الهجوم ده وبكيتي من شده الهجوم ده. فكرني في اشاعات ايه طلعت عليا انا بكره حاجه اسمها اشاعات انا بكره ان يقال عن اي شخص غير حقيقته عشان بشوف ان ده اقذر اسلوب ممكن تعاقب بيه شخص. لكن في المهنة اللي احنا بنشتغلها ده عادي جدا. <applause> امتى تعرضتي الهجوم؟ سيبك من القشة. لا ما انا طول الوقت بتهاجم ما انت كنت بتتكلم في ايه من شوية؟ معقول يا جماعة؟ <applause> لا سيبك من الهجوم اللي احنا، الهجوم اللي احنا <applause> بنتكلم عليه والاشخاص اللي احنا خسرناهم، انا بتكلم على الهجوم من الهجوم <applause> على الميديا، من تصريح من التصريحات، من جملة الناس فهمتها غلط. هجوم ضايقك شخصيا. أي هجوم ليه علاقة بمحمد عبد المنصف بيجنني. مش أنا بقى. أنا أي حد يكتب أي حد لأ أنا بيس ولطيفة وظريفة ولا فارق لي حد والدنيا تولع. أول ما بيجوا عند طرف محمد عبد المنصف بقوم في الناس قومة رجل واحد. ما بسكتش. ما بسكتش. هتشتم هشتم. مش هشتم بطريقتك عشان ما ابقاش مستواي يتدنى، بس هعرف أردلك الاهانه بالطريقه، ما بسكتش فعلا، هو نفسه بيقول لي انا مش عايزك تردي. ما ترديش على الناس دي، ما تستاهلش، انا ما بقدرش. ما ولو لو, لو راجعت كل الهيستوري فعلا هتلاقي اي هجوم خرج من مني او اي انفعال او اي تهديد هتلاقيه بسببه. طب اتعاملتي ازاي مع الاشاعه اللي طلعت في وقت من الاوقات ان انتوا انفصلتوا؟ فاكره في فتره من الفترات كان في اشاعه بالشكل ده كان... اه بتستعمل ازاي مع الاشاعات دي وكان في بعض الاشاعات يعني واحده منهم كان رجعوا للاصدقاء وقالوا يعني كان في تاكيد و... و... واختلاف الخبر مع ان الحقيقه أنا... انا مش هسال السؤال ده انا شايف ان علاقه الزوجين بين رجل وامراته هي علاقه طبيعيه الخلاف يحصل ونسيب بعض ونرجع لكن في الشغلانه ديت بتحاسب على كل شيء فاصبح ان انت مش بتراضي جوزك فقط في العلاقه ديت لا انت بتراضي كمان الناس اللي حاطه عينيهم في العلاقه بتعملي ايه؟ مفيش اشخاص ما بيتخانقوش مش كان في مثل مثلا يقول لك مصارين البطن بطن بتتعارك ف... فانا ما انا أبت... ساعات بتخانق مع اخويا ساعات بتخانق مع في اختلاف وجهات نظر وبتتصعد علشان بنبقى متوترين فبتعتبر خناق بس ادي انت بتدي بينك انا تاني انا وأوسة شخص واحد والشخص واحد على فكره بيتخانق مع نفسه وانا ساعات بقعد اتخانق مع نفسي انت ازاي تعملي كده؟ لا انت غلطانه شو... مع نفسك انا بتخانق مع نفسي كتير قوي وبهزقها على فكرة. بتاخدي موقف منها باخد موقف منها فعلا انت بتعملي كده ازاي انت غلطانه إنتي ازاي ردت؟ يعني ساعات بقى لما برد بس في حاجات تخص اوسه انا ما بقدرش أصل يعني بين كل الخلافات الطبيعيه والناس كبرتها وسمتها طلاق أنا لا عامه على اشاعات الطلاق يعني لا عمرها ما حصل عمرك سبت البيت؟ لا عمره هو ساب البيت؟ لا عمر صوتك عالي في لا. البيت؟ في حاجات كده بتت... بتتبني من الاول خناق ما حدش هيسيب البيت ده واحد م. ده, ده اللي احنا اتربينا عليه سواء هو مع بابا ومامته او انا مع بابا خناق فيش حد يقول لحد اطلع ولا اقعد ولا ادخل ولا حد يسيب البيت والكلام الفاضي ده ربنا ان العيال ما لهمش علاقه بالتفاصيل دي والعيال بتتوجع تمام صح ربنا يحميكم وانا ما عايز اروح للتفاصيل ديت لكن انت الضيف الوحيد اللي جالي لغايه دلوقتي اللي انا بتحسس اسئلتي معاه من كتر ما انت مخوفاك لا لا خالص بالعكس بل انا لا انا بعز يعني آه بالظبط خايف عليك <applause> بجد انا يعني انا عارف انت جايه منين وانا عارف تفكيرك ازاي وانا عاشرتك اكتر من مره وانا عارف ان قد إيه إن انسانه طيبه لكن ساعات الانسان بيكون عنده آه ايمان بمعتقداته اكتر من انه يشرح للي قدامه هو بيفكر ازاي فانا بخاف على الناس دي عشان انا بحب كل بني ادم باختلافه بتفكيره بقبله بشكله. تعالي نلعب لعبه حلوه قوي. يلا. ااا انت ما قلتيش المطبخ خالص اه؟ بتدخلي لا ما تدخلي؟ اه طبعا. منصب بياكل ايه من ايدك؟ يا حبيبي يا ابني. <applause> 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 هو كلها يعني لحمه مشوية مشوية, آه. مشوية. اي حاجة احطها على النار واخلص. مسلوق آه؟ لا ما فيش بقى عك. لا ليه؟ ده مش لا. ايه يعني لوبيا فاصوليا بامية لا 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 الحاجات دي بتتعمل وبتطلع حلوة وكل حاجة. طواجن. لا ما اعرفش اعمل الحاجات دي خلاص مفيش الكلام ده لا محطش ما احطش اي صوص وسطس مفيش تسبيكه الحاجات دي, لا. لا دي. لا. طيب مين نقطة ضعفك في الحياة فعلا؟ يا ديني على السؤال <تصفيق> <تصفيق> قول لي أنت كده متوقع مين؟ بابا الله يرحمه يعني عشان ده أكتر حد أخذ محور في حياتي الله يرحمه عشان هو مشي هو ما بقاش نقطة ضعفي هو بقى سر قوة يعني قوتي طب مين؟ لا ما اعرفش ابني ما سألتش عنه مش ملاحظة؟ خالص هما اتنين بس في واحد فيهم نقطة ضعف بجد؟ هل هخ... التاني؟ وهخلص منها <applause> والتاني عارف إن ده المفضل ليكي؟ لكن... التاني صغير هو هو مش مفضل آه. هو هي دي بقى نقطة عمرك ما بيبقى عندك طفل مفضل عن طفل اتنين نفس الحب م. نفس العطاء والشان. اه بس في حد بيبقى حبه ظاهر وفي حد تاني بيبقى حبه بت... يعني بنحب أطفالنا بشكل مختلف هي بتبقى هي بتبقى هو علشان هو قعد معايا فترة طويلة لوحدنا وعشان احنا كنا صحاب وبنسافر مع بعض وكانت حياتنا كتير قوي ست سبع سنين كده مع بعض لوحدنا ست سنين لحد ما اسر ابتدى او جه يعني فهو بقى كل حياتي صاحبي واخويا وبعض اشكيله بيسمعني وبيشكيني وبتاع طبعا هو دلوقتي متغير هو هيز teenager هيز 18 فالموضوع بقى صعب قوي ما بقيناش انا مش انا لسه عايزه ابقى صاحبته بس هو عايز صحاب ربنا مش, مش عايز الخنقه كام سنه؟ هيز 18 18 ده سن صعب <applause> ان شاء الله شفت <applause> الرياكشن؟ اه ربنا معاك يعني صعب قوي بتخافي عليه؟ هو انا لازم اغير من نفسي طب اسالك سؤال بقى ده سؤال من, <applause> من اب لام السن ده انا مرعوب لما اجي مع ابني في السن ده هتخافي عليه من اصدقاء السوء هتخافي عليه ان حد يملي فكره بافكار غلط هتخافي ان هو لازم يكون عنده طموح ويحقق هتخافي عليه من المخدرات هتخافي عليه من بنت غلط هتعملي ايه في الخمس حاجات مستحيل تعمل حاجه خالص بيليف مي دي جينيريشن مختلفه عننا تماما مفيش حاجه بتوقفها واستحالة يديك اي اثارتي ان انت تتدخل في حياته مستحيل ولو لعبت اللعبه دي معاها هتخسر فلازم تبقى هاديه طبعا انا بحاول ابقى هاديه بس انا طبعا مش هاديه مش لاني عايزه اتحكم لان هو ساعات هما بيفتكروا ان انت تبقى عايز تتحكم فيهم لا انت شايف ان الطريق ده مش يعني مش لا ما انت لا 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 انتوا اتربيتوا حاجه واحنا حاجه ثانيه احنا عارفين على فكره احنا عارفين بس اند اوف ذا دي في رولز حتى في حته كده ما ينفعش نعديها فلا هي كل حاجه رايحه في حته حتى انا كمان كنت بتكلم مع حد بروفيشنال من كام يوم قال لي انسي دول حاجه واحنا حاجه تانية خالص ما تحاوليش تطبقي اللي حصل معاكي مع اولادك لانك مش هيمشي مش هيمشي الحال ربنا يكون في عون كل اب وام في السن ده بجد يعني يعني هسالك كام سؤال بس ترد عليا بسرعه يعني. خلاص يلا اول حاجه ايه اكتر حاجه بتخافي منها ايه؟ ما بخافش اكتر تخافيش؟ لا بخافش خالص؟ شخص. خالص؟ لا ما بتخافيش انك تكبري؟ ما في ست ما بتخافش انها تكبر مش من اي حاجه عشان الخوف بدايه اي انهيار في الشخصيه ما بخافش خالص كله تمام ايه كنت, بخاف. كنت كنت بخاف لما ما كنتش بحب نفسي كفايه امم دلوقتي ما بخافش مين نقطة ضعفك في الحياة؟ أدهم أدهم خلاص مين اللي حضرتي دفنته ونزلتي مع القبر؟ احمد زكي رحمه الله عليك رحمه الله عليك اخر مره نزلت دموع وعيطت لا ده كل يوم حضرتك انا بدي خليني اعيط كل يوم عادي جدا شو يوميا اون ديلي لا والله هل فكره الانتحار دي فكره كانت ورده في يوم من الايام؟ نو اوكي هل انت شخصيه متفائله ام مكتئبه؟ متفائله مرحله بس متفائله اكتر متفائله اكتر الاكتئاب في فتره في حياتك كان امتى؟ اول ما ابتديت اقرر ان انا لازم اقعد شوي. شويه. تقعدي شويه. زعلتي على وفاة الزميلة الراحلة الأخت شيرين الطحان رحمة الله عليها. شيرين كانت أخت ليا، إحنا كان في بينا عشرة واشتغلنا مع بعض كتير جدا وكنا معاها لغاية ما توفت رحمة الله عليها، بس ما كنتش عارف أنتوا كنتوا أصدقاء ولا كنتوا اصدقاء امم اشتغلنا مع بعض بتهيألي بس ما انيش خالص اشتغلنا مع بعض ايه عشان مش فاكرة حضرتي الايام الاخيرة من وفاتها؟ لا لان انا انت هي... كي صدمت بالخبر يعني لا لا هو انا بعد وفاة بابا مم. بالكانسر انا مم. ما بقدرش اروح اشوف حد عنده اي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده عندي باني بانيك اتاك يجي بانيك الله يرحمها يا رب الله, الله يرحمها بس انا كنت أبينا ناون دام بكلم طنط و... وبطمن يعني كلمتي والدتك؟ اه انا اعرف شيرين من زمان قوي من ساعه ما دخلت مصر خلق وادب رحمه الله عليها يا رب وعندها بنتين يا رب يعني يكونوا سند لجدتهم إيه لما تكبري وتبقي عجوزه وكلنا هنعجز شايفه نفسك هتكوني عامله ازاي لذيذه هتكوني <applause> هتكوني هتكوني ايه اكتر هتكوني ممثله هتكوني حما هتكوني شايفه نفسك بتعملي ايه هبقى ست لذيذه عارف الستات العايقه المتضايقه دي اللي بتقعد تخرج وتروح وتسافر مش عاجبها حد عايزه عايزه انبسط والله طيب هسالك اسئله وتقولي لي بتوجهي الجمله دي لمين ودي اخر حاجه مين اللي هتقولي له عمري ما هنساك آه. بابا بابا الله يرحمه يا رب يعني انا انا بدل ربنا ربنا يرزقني ببنت تحبني كده بعد عمر طويل وتفضل فاكراني يعني في كل بابا. حاجه يا رب مين اللي تقولي له او تقولي لها انت صفحه سوده في حياتي؟ اسامي مش حيمشي مش هقول اسامي لا كنت لسه هلحقك مش عايز اسامي بس اديني موقف ليه هو بقى صفحه سوده مش موقف برضو نقدر نستشهد بيه موقف نقدر نفهم عمليه العظه يعني هي آه. هي الغيره اللي ملهاش منطق راجل ولا ست 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 بجد ست او راجل ما هو ده وده في ده حصل كم واحد دا. عدهم لي طيب كم بس واحد؟ صفحه سودا في حياتك كم واحد لا, لا كتير بس في ناس بقى بس في ناس عندها جراه <applause> respect اي ريسبكت انت تيجي تقول لك انا عملت كذا عشان انا مش زيك احسن مني فبليز بالي ده لا, لا. رقابه عشان خاطر لا دي الحاجه الوحيده عايز اعرف فيها اجابه عدهم لي عدهم لي انا اعرف موقف عشان احنا كنا مش يعني كنا عرفته ايه تاني خمس ستات خمس ستات خمس خمسات <applause> خمس ستات وكم راجل اتنين وفي واحد ما كانش بيجيل بس كان عايز يبقى منور اكتر وانا اي واز سبورتنج هيم ما عنديش مشكله خالص يعني مش غيره بس هو حب للنفس فاهم؟ يعني. تقولي لمين اخبط راسك في حيط؟ اي حد يضايقني. اي حد يضايقني؟ اي حد يقرر انه يضايقني عشان يضايقني. آه. مش اللي هو مش قصده يعني راسك في حيط مش هتضايق. لا اه لو بايدي اقتلك لا يمكن بجد؟ لا يمكن مفيش العاديه دي لا يمكن دي. اه. اه ارجع الحياه وحشه من غيرك يا ديني لا مش ما قولنا. بابا بقى مش بابا ما قولنا. لا مش بابا لا هو مش بابا. بابا لا مش بابا, هو بابا. مين, مين تاني مفيش صغير؟ اصدقاء اشخاص لا هو بابا انت الامل اللي انا عايشه عليه ولادي ولادك انا مش شايف رد رايح لجوزك خالص ليه يعني, إن يعني إن احنا هو شايف. لأنه انه هو في حته لوحده وانت بت... يعني انا املي اكيد في الع... انا ومحمد الولاد اكيد م. وطبعا اهالينا بس يعني الولاد مهما انا عملت مش مسامحه. مهما انا عملت مش مسامحه؟ امم. لا مم. مفيش انا ست بسامح بس ما برجع انت ما قلتيش نعم. ولا حاجه ليها علاقه لا. بالتسامح. بسامح بس ما برجعش في العلاقه. ما ترجعيش في العلاقه. لا يمكن. تمام. آه الرزق بإيد ربنا مش بإيدك. اه طبعا بإيد ربنا. اه طبعا بتوجهيها للشخص. ما؟ آه، الرزق بايد ربنا لا انت عايز الشخص يعني ما... لا مش عايز شخص عايز يعني هل انت عندك مفهوم او عندك فكره ان في شخص ممكن بعينه ضرك في رزق فانت عايزه تقولي له الرزق بيضرب ربنا مش بايدك اه في اكيد اكيد راجل ولا ست؟ لا كتير بقى ستات ورجاله وهيصه ميغا <applause> حلال عليك الدور الشربي ستات اكتر بجد؟ اه اوكي احنا صعبين قوي أه مش انا يعني بس أه حلال عليك الدور اشربيه أه لا ما حدش تعالى نبتدي صفحه جديده معلش اه شفتي <applause> تعالى نبتدي, <applause> نبتدي صفحه جديده أه. ممكن اه حصلت على فكره بجد اه حصلت من كام شهر ورجعتوا أه. تعملتوا أه. سيده ام زميل إيه. في العمل سيد وسيده سيد وسيده والعلاقه رجعت و... نيوتر آه. خد بالك انا لما برجع ما برجعش بقى فاتحه فاتحه احضان انا مم. برجع نيوتر اخر حاجه هسالك فيها تقولي لمين انا لقاء الخميسي على فكره وتتكلمي بالانا انا بقول لنفسي ما دي بقى حاجه لطيفه قوي اكتشفتها ان انت لازم تبقى مؤمن بنفسك عشان العالم يؤمن بيك انا كل يوم اول حاجة بقول انا لقاء الخميسي وبحبني زي ما انا وبكلم ربنا فانا بحبني طبعا لو اي حد بيتفرج عليك بلك عشان ما كنتش بحبني في ناس ما بتبقاش حابة نفسها مم. بتبقى مش ما بتحبش نفسها، بتبقى شاكه في نفسها. مش مؤمنه بنفسها، برافو عليك ده فعلا، ده اساس نجاح اي شخص ان هو يبقى مؤمن ان هو عنده حاجه مختلفه، ده صح. بس دي بتيجي مع الحكمه، ما بتجيش فجأه. ده فعلا. لان اللي حواليك دولت بيخوفوك. فانت بتبتدي تخاف من نفسك وتحس ان انت ناقص حاجه، وان ليه الناس كده، وبعدين لما بيحصل حكمه تكتشف ان واحد، حبك لنفسك وحبك لربنا لا ينفصل. واحنا بنقفل، بنختتم. نختم الحلقه وبشكرك على الحلقه الحلوه ديت في ناس كلامك بيأثر فيهم من الناس اللي بتتابعك وبتحبك تقولي لهم لقاء الخميسي نجحت لي لقاء الخميسي اصبحت فنانه معروفه لي عشان موهبه ولا عشان اصرارها ولا عشان ايه بالظبط ايه سرك انك انت تنجحي المشوار غير يعني طبعا في موهبه بس المشوار نفسه فكره ان انت ما تستكبرش وتمشي في مشوارك حتى لو تعبت حتى لو وقعت هتقف لو اتكعبلت وديك اتكسرت هترجع تقف تاني انا كنت كان عندي اصرار يعني انا جيت ولا حاجه ولا اي حد يعرفني جيت مكان انا ما اعرفوش وكنت لوحدي ابتديت وعملت كل حاجه وكنت بلف كعب داير يعني هنا وهنا 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 كان عندي اصرار ان انا انا بحب التمثيل فانا هعمل ده هو ده دل... الاصرار طبعا لازم تبقى مصر على اللي انت عايزه في طبعا انا دلوقتي اهدى وعندي يعني كونفيدنس كده فقاعده يعني مريحه بمزاجي بس زمان كنت اراده والله بجد وانا و... وانا بحب فيا كده محدش يكسرني نورتيني وبشكرك على الوقت الحلو دوت ومبسوط ان احنا دردشنا مع بعض الحبه الحلوين دول واتمنالك عمل تحقق فيه النجاح والطموح اللي انا عارفهم عنك والاصرار اللي انا شايفه فيكي و... واللي احنا قلناه بره نركز فيه <applause> ماشي انا ركزت خلاص انا انبسطت جدا جدا اسئلتك خطيره وقعدتك حلوه وانت مبهج وطاقتك حلوه ربنا يخليك ثانك يو سو ماتش بشكرك بشكرك ده الدنيا كلها